وهذه الميليشيات التابعة لإيران كما ذكرت، والبوكمال حيث تمركز الأكبر لتلك الميليشيات في شرق سوريا، هل تعتقد بأن الاستراتيجية الأمريكية الآن ستكون مختلفة بالتعامل مع تلك الميليشيات؟ لأنه أيضا كان هناك كما تعلم قصف يعني متكرر وربما شبه أسبوعي من قبل الاحتلال الإسرائيلي على مواقع لميليشيات إيرانية في سوريا. نعم، يعني هذه الضربة جاءت رسالة إلى طرفين، إلى طرف النظام السوري على وجه التخصيص، وكذلك الجانب الإيراني. الجانب الإيراني بضرورة انكفاء تلك الميليشيات وعدم زجها في معارك داخل الحدود السورية، وبنفس الوقت أعطت يعني الصبغة الشرعية في عملية استهدافها، أي أن الاستهداف كان داخل الأراضي السورية. ولربما تحرك تلك الميليشيات أو مراقبتها من خلال المسيرات الأمريكية أكد أن هذه الميليشيات يتم استخدامها وتحركها من تلك المنطقة داخل مدينة القضاء القائم العراقي وصولا إلى دير الزور. يعني في الغالب أن الاستراتيجية الإيرانية يعني تعمل على تشغيل هذه الميليشيات واستخدامها في هذه المنطقة الحدودية، لذلك تم ضرب الطرفين الجانب العراقي والجانب السوري في آن واحد. هي رسالة مزدوجة، وبنفس الوقت هي رسالة أيضا لإيران بضرورة يعني عدم زج الميليشيات إلى داخل سوريا وعدم مساهمة بشكل مباشر في عملية يعني فيما يحصل في سوريا بشكل عام، وعدم دخولها الملف السوري. وبنفس الوقت هي رسائل يعني أقرب ما تكون هي يعني رسائل عسكرية محدودة النطاق، ليست رسائل ردع استراتيجية كما حصل في استهداف قاسم سليماني أو غيره، لكن هي رسائل تتوازى مع حجم التحركات الإيرانية في المنطقة. وبنفس الوقت علينا أن لا نغفل أن الميليشيات تهدد علنا بأنها ستسقط أي طائرة أمريكية. هي رسالة تصعيدية جديدة، لربما فيما لو حدث ذلك أعتقد ستكون يعني هنالك يعني عمليات عسكرية، ربما الإطار يعني الجغرافي سيكون مختلف كليا. ماذا عن الجغرافيا السورية سيد نعيمي؟ ماذا عن الجغرافيا السورية وانتشار تلك الميليشيات في سوريا وهذا التصعيد الأمريكي؟ هل سيكون أيضا هناك تصعيد آخر وقصف لتلك المواقع الميليشيات الإيرانية في سوريا تعتقد؟ نعم، سيكون هنالك تصعيد جديد، ربما أن يتم يعني في هنالك قواعد عسكرية أمريكية، وهنالك أيضا يعني قوات حليفة للولايات المتحدة كما تصفها الجانب الآخر. ربما قد نشهد هنالك اشتباكات أو ربما استهدافات أو ربما حتى هنالك يعني مشروع آخر. يعني بالنسبة للجانب الإيراني عندما يعجز إدخال مسيرات أو حتى صواريخ قصيرة المدى التي يستخدمها في عمليات العسكرية، قد يلجأ إلى نقلها جوا، وهذا سيتم من خلال مطار دمشق الدولي، أو لربما في حال تهديد تلك الطائرات قد تهبط في قاعدة تمرين عسكرية. لكن أعتقد أن يعني في المرحلة الأولى بالنسبة لإيران قد امتصت الصدمة المرحلة الأولى، لكن الرد الإيراني سيكون في عملية تمرير المزيد من الأسلحة ودفع مزيد من القوات، لكن ستكون كلها تحت يعني الرقابة الأمريكية. وبنفس الوقت أعتقد أنه سيتم استهدافه بشكل مستمر، لكن الكارثة الحقيقية إلى متى ستستمر تستنزف إيران الميليشيا يعني هذا المكون الميليشياوي التي تستخدمه في تمرير مشاريعها يعني. وهذا الاستنزاف والتمرير المشاريع الإيرانية عبر تلك الميليشيات، هل تعتقد بأن ربما يكون هناك أو يمهد هذا القصف وما يجري الآن من مفاوضات في فيينا حول الاتفاق النووي، هل يمهد كل ذلك إلى إخراج الميليشيات من سوريا؟ بالنسبة للجانب الإيراني هو يلعب بمجموعة من الملفات، لكن من أهمها هو الملف النووي ومحادثات فيينا، ولربما قد يعني يحصل هنالك بعض التنازلات، لكن بمقابل تلك التنازلات ستفضي إلى تفعيل ملفات في يد الجانب الإيراني، ملف حقوق الإنسان الذي نتحدث عنه كانتخاب رئيسي قبل أيام، كذلك الملف المتورط طبعا بالجرائم مرورا بالحرب العراقية الإيرانية وصولا للجرائم بالرافعات عبر أعدام الكثير من المناوئين للنظام الإيراني وصولا إلى الاتحاد الأوروبي، حيث هنالك يعني هنالك دفع لتلك الميليشيات للقتل. كذلك أيضا ميليشيات ولائية متعددة الجنسيات ومشروعها في الشرق الأوسط هي لم تتخلى عنها. وأعلنت ذلك صراحة، سواء كانت في منطقة بلاد الشام يعني سوريا ولبنان وكذلك العراق وصولا إلى اليمن.